راح نديرو أجنحة الدجاج كنتاكي ولا أجنحة الدجاج مقلية مثل المطاعم. نحكمو أجنحة الدجاج، ندخلو فيها الموس مليح، كيشغل نشرحوها مليح، نحطوها في إناء يكون عميق، على قد ما حليناها على قد ما يدخل لها الخليط مليح. حاجة للولاد مع شوي بطاطا مقلية مع شوي مايونيز ياكلوها الولاد وتعجبهم. نديرو لهم كاس تاع حليب، نديرو شوية خل أبيض، واللي ما عندهاش خل أبيض قسم غرف، واللي ما عندهاش خل أبيض دير عصير القارص. نديرو قرصة ملح لان من بعد لي زيبيس راح نديروها في هذا الدجاج، راح نديرو في هذا الدجاج مع الفارينه فيها الملح. هادو نغطيوهم بابي فيلم نخليهم مده نصف ساعه ونرجع لكم. دركا راح ندير لكم المايونيز. اسهل طريقه المايونيز، نديرو حبه بيض، نضيفو لها نص كاس تاع زيت، نضيفو شويه ملح، نضيفو قيس زوج مغارف خل، زوج مغارف تاع حليب ولا مغرف كبيرة تاع ماكلة خل، ونضيفو مغرف تاع حليب موطارد. أنا نقيس بهذا المغرف، نطلعوهم نحطو الباتر دقيقتين هاي كيفاه جات. من بعد نرجع لكم نص ساعة في الفريجيدار. دركا نرجع لكم نعطي لكم واش راح ندير لها الخلطة. البنات اللي تحب تخدمها بالرجلين ولا بالصدر تخدمها ودير لها لي زيبيس في الحليب بعد، وتغطيها وتحطها في الفريجيدار ليلة كاملة ولا ربع سوايع. نجيب شوية فارينة، عندي لي زيبيس اللي عندي أنايا، عندي فلفل حمر وعندي فلفل حار حمر، ملح، عندي ثوم بودرة، عندي زعتر واللي عندها إكليل الجبل دير إكليل الجبل، والزعتر البري، عندي لهنا الكيري الكركم، عندي فلفل حار وعندي كسبر. هادو نخلطهم كامل مع الفارينة باش نحط فيه الدجاج. خلطهم مليح، ومن بعد الدجاج تاعنا نهزو من هذا الحليب ونديرو هنايا. هنا درت الملح غير شوية خطركش، راني درت في الحليب ديجا. البنات حطيت الزيت رايا كي تسخن، نعبز مليح بيديا باش تدخل الخلطة، هذا باش تدخلو للجناحتين مليح. ونجيب طبسي نحط فيه باش نقليهم. كي ديري هذا الجناحتين ولادك راح ياكلو ويتغداو لك ولا يتعشاو لك مليح، سيرتو الولاد الصغار، يعني الولاد اللي ما يحبوش المرقه وما يحبوش الدجاج كي ديريهم بهذه الطريقه ياكلوه. واذا تحبوا ندير لكم طريقه الدجاج في الفرن خليولي في لي كومونتير، وتفاعلوا معنا، ضموا على ابوني، ضموا على الجرس ان شاء الله، وندير لكم اي وصفه بغيتوها اكتبوا لي ان شاء الله وباذن الله نديرها لكم. وصلت الحراره نحطوها، وتكون الحراره ما هي عاليه ما هي قليله باش يطيب على غربو
ويدخل فيه تدخل فيه الخيار مليح ونخليه يطيب مليح ربع دقيقة بلا ما نقلبوه. بعد ربع دقيقة نقلبوه على الجهة الأخرى ونخليه يطيب، يكون في أكثر من نص طاع ثيابه، ونحطوه في الكسكاس ما نحطوش على صافي الورق الماس، لأنه في الكسكاس يبقى كريسيون. نخليه يبرد ثم نعاودو الزيت نشعلو عليها تسخن ونعاودو نحمروه. راكم تشوفوا معايا في الطريقة كيفاه راني نخدم. كيفاه نعرفوه بلي لتحت راهو حمار؟ نشوفو منا بدا يشد في روحو، كي يبدا منا يشد في روحو نقلبوه، كي نقلبوه نزيدو نخليوه ربع دقايق أخرى، ومن بعد نحطوه في الكسكاس. البنات راني نعاود في الهضرة باش اللي صوتات الفيديو تسمع درك الهضرة وش هي. ثلاث أربع دقايق نقلبو نقرمش ونخليوه ربع دقايق أخرى وهو يطيب. بعد ربع دقايق نحيوه يقطر هنايا ويبرد شوية، ومن بعد نعاود نردوه باش ياخد القرمة الأخيرة. دركا نحيوه يبرد ومن بعد نطفيوه على النار ونردوه، نطفيوه على الزيت نخليوها تبرد، ومن بعد نردوه كي تبرد نعاودو يبرد هو، نعاودو نشعلو على الزيت تسخن، نعاودو نردوه ياخذ اللون الاحمر ويكون خلاص. دوكا راني طفيت على النار باش من بعد يرجع مقرمش القرمشة الأخيرة. الآن البنات نردوه في هذاك الكسكاس يزيد يقطر مليح ونقدموه لولادنا مع البطاطا ومع السلاطة ومع المايونيز اللي خدمناه غير قديم. نوريكم الطبق، ودركا طبق التقديم. عندنا لي فريت، عندنا المايونيز اللي درناه، شوي شلاضة، جناح تاعنا، بالصحة والهناء لولادي وليكم.